أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقتنا هتتكلم على أهمية الصداقة، وأهمية الصداقة مفيدة جدا لكل إنسان وخاصة للأطفال. تابعونا في هذه الحلقة النهاردة عشان نتكلم في أهمية الصداقة. أهمية الصداقة مصدر ناجح لكل إنسان، ولا تهمل في صديقك القوي الذي يحافظ عليك ويرعيك ويخاف عليك ويقف معك في منح الصعبة. تعتبر الصداقة مهمة جدا في حياة الإنسان، حيث يحتاج كل شخص إلى صديق يقف إلى جانبه ويدعمه في كفاءة مجالاته الحياتية. فلا يستطيع الإنسان العيش بمفرده دون صديق، ويعتبر امتلاك صديق حقيقي كنز في هذه الدنيا يجب المحافظة عليه. وللصداقة الكثيرة من الفوائد التي سوف نتعرف عليها في هذه الحلقة. الحد من الشعور بالوحدة. الصداقة يحد من الشعور الإنسان بالوحدة، حيث يتشارك الأصدقاء تجرباتهم سويا ويعيشون بعض المواقف الخاصة بحياتهم بعضهم البعض، كما يتملكون غالبا وجهة نظر ومبادئ ومتعقدات وتقليدات مشتركة، ويشاهدون معهم التغيرات المختلفة التي تتحدث في الحياة، سوء تغيرات إيجابية أو سلبية، ويشاركون بعضهم المناسبات بأنواعهم الحزينة والسعيدة. تعزيز الإنتاجية. الدراسات على حياة البلاغين قد خرجت بنتيجة عديدة، أهميتها هي أن الأشخاص الذين يتملكون أصدقاء مقربون ومنذ فترة زمنية طويلة حقيقية نتجت أفضل على مستوى العمل من أولئك الأشخاص الذين كانوا لا يتملكون أصدقاء. لذلك لأنها الصداقة تحسن من المزاج وتحسن من أداء العمل. تعزيز الصحة العاطفية والجسدية. توصلت دراسات كثيرة أن وجود صداقات قوية في حياة الإنسان يستهدف في تعزيز صحة الدماغ، إضافة إلى قدرة الصداقة على الحد من الشعور بالتوتر وتمكين الإنسان من اختيار أسلوب الحياة الأفضل الذي يحافظ على قوته، كما تستهدف في الخروج من المشاكل الصحية بشكل أسرع. التفاعل مع الآخرين. التعرف إلى الآخرين لا يعني التحدث معهم فقط، إنه يعني التعلم منهم أيضا، وهذا ما يحدث في العلاقات مع الأصدقاء، حيث يتم رؤيتهم بمختلف حالتهم عندما يخطئون أو يضحكون ويجرون حوارا مع بعضهم. هذه الأمور تستهدف في تعليم طريقة التفاعل مع الناس، حتى مع أولئك الذين يتملكون وجهة نظر في مختلف الجوانب. تعد الصداقة المكونات الأساسية لعلاقات سوء، كانت مع الزوج أو مع زميلك في العمل. العلماء الذين درسوا العلاقات الإنسانية بتعمق
أن الأشخاص الذين يتملكون أصدقاء جيدين يعيشون حياة أطول، بحيث تكون ظروفهم الصحية أفضل، ولذلك في منطلقاتهم علاقة الصداقة الجيدة تربط بصورة مباشرة في انخفاض مستوى التوتر وتحد من ضغط الدم، كما تجعلهم أقل عرضة للإصابات بالاكتئاب، حيث يقدم الأصدقاء الحقيقيون المساعدة لهم الفرصة للقيام بذلك، فالأصدقاء يقفون جنب بعضهم في أوقات الشدة والرخاء، وبالتالي عندما يكون لديك أصدقاء فإنه يصبح من السهل عليها مواجهة الموقف الحياة الصعب المختلف ومحاربة الحزن. الشخص السعيد على الارتياح أن كان لديه صديق حقيقي، وبذلك يكون قادر على نشر هذه السعادة للشخص أو للأشخاص الآخرون من حوله. فللشخص الذي لديه صديق سعيد يعيش بالقرب منه يستطيع الشعور بالسعادة، كما إن وجود الصداقة يقلل من الشعور بالحزن أو الاكتئاب. فللأشخاص الذين يتقلدون الدعم الاجتماعي من الأصدقاء أو العائلي يعتبرون أكثر قدرة على التعامل مع أحزانهم أن أهمية أشكال الدعم بسيطة، هي الحضور والتواجد عند الحاجة والاستماع والتفاهم والتعاطف وتقديم التشجيع والمساعدة كعدة وجبات الطعام ومشاركتهم بالأفراح الأصدقاء. وعلى الناقضين، فإن الذي لا يتملك أصدقاء يشعر بعدم الانتماء الاجتماعي فيشعر بالحزن الأساسي. بالإضافة، الصداقة مهمة للأطفال في سنة المدرسة، ولذلك لهم من الفوائد الكبيرة، حيث أظهرت البحوثات أن الأطفال الذين لا يتملكون أصدقاء يمكن أن يعانون من صعوبة عقلهم وعطفهم في وقت لاحق. ولا تقصر من أهمية الصداقة على زيادة المرح، بل تساعد على تطوير الطفل في زيادة عقله وفي زيادة ذكائه وفي زيادة نفسته، بالإضافة إلى اكتساب الطفل من المهارات الاجتماعية من خلال الصداقة، مثل التواصل والتعاون من أجل حل المشاكل. يتعلم الطفل من خلال الصداقة القدرة على التحكم بالعواطف واحترام ومشاعر الآخرين، والقدرة على التفكير والتفاوض في الموقف المختلف التي تنشط في علاقتهم. كما يمكن للأصدقاء التأثير على أداء الطفل في المدرسة، ولذلك لأن الطفل الذي يتملك أصدقاء في المدرسة يملأ إلى امتلاك مواقف أفضل حول المدرسة والتعليم.